قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمضى 4 أيام في المركز الطبي ولم يصب خلالها بارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أنه حصل على دواء يسمى ريجيرون وجعله يشعر بحالة صحية جيدة. وتابع ترامب بأنه لم يكن يريد الذهاب إلى المستشفى في بداية الأمر وكان يرغب في البقاء بالبيت الأبيض، إلا أنه امتثل لحديث طبيبه موجها الشكر للطاقم الطبي. وأضاف ترامب بأن إدارته ستعمل من أجل أن يحصل الأمريكيين على علاج فيروس كورونا بشكل مجاني. وتابع ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض قائلا: أمضيت 4 أيام في المستشفى تلقيت فيها العلاج ووصل لدينا أفضل الأطباء والمختبرات، وأريد أن يتلقى كل الأمريكيين العلاج الذي تلقاه الرئيس، مضيفا أن دواء ريجيرون فعال وسيكون مجانا لكل الأمريكيين. وهجم ترامب بكين وقال أن الصين ستدفع الثمن لما فعلته لبلادنا والعالم، متابعا حديثه: هناك شركة باتت في المرحلة الأخيرة من إنتاج لقاح قبل الانتخابات.